طبعا كنا من فتره ولمده كذا ماتش ورا بعض بنتكلم عن ثلاثيات كولر، زي ما كنت بقول لكم من شويه واضح ان بقى في تصعيد، وصلنا لليفل جديد هو رباعيات كولر. بعد رباعيه الزمالك امبارح طبعا حققنا رباعيه جديده في ماتش المقاولين العرب اللي انتهى بنتيجه 4-1 على استاد المقاولين ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز، ونقدر نقول ان كان في سيطره يعني اهلاويه على معظم فترات المباراه، وكان في اكتر من فرصه للتسجيل والتهديف، اتحقق منهم 4. الاول طبعا بتوقيع اليو ديانج في الدقيقه 17، ثم تعادل للمقاولين جوزيف اوشايا براسيه في الدقيقه 24، بعدها محمد شريف سجل الهدف الثاني من راسيه جامده جدا الحقيقه كانت في الدقيقه 52، ثم اضاف طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و88. ده طبعا كله غير هدف كان موجود، كان في الشوط الاول لمحمد شريف، لكن طبعا ما اتحسبش لانه كان في وضعيه تسلل. كمان مع الدقائق الاخيره للمباراه كاد محمد شريف ان يفعلها مره اخرى ويضيف الهدف الخامس في الدقيقه 92، لكنه للاسف الشديد سددها فوق العارضه. طبعا بعدها اطلق حكم المباراه صفاره النهايه بفوز النادي الاهلي 4-1. في كل الاحوال المباراه كانت ممتعه جدا زي ما كولر يعني وعدنا وقال ان النادي يعني بيوعد الجماهير بالفوز في باقي المباريات المتبقيه في هذا الموسم، ويعني عشان مش عايزين يفقدوا شغف الفوز على حد تعبيره. بص يعني خلينا نتكلم شويه برضو بلغه الارقام، انت بتتكلم بالنسبه للدوري ده الفوز رقم 25 يا كريم من اجمالي 31 مباراه احنا لعبناها، تعادلنا في 6 مباريات ما فيش ولا خساره، فيعني لا كولر هدفه كان ان هو يحطم الرقم خلينا نقولها القياسي الاكثر حصدا للنقاط في تاريخ مسابقات الدوري، يعني واحنا حققنا ده فانجاز طبعا كبير جدا، رقم قياسي لما وصلنا كمان للنقطه بتتكلم 89 لو هنرجع شويه مع فايلر، ف انت بتعيد تاني امجاد فتره كانت موجوده وبتعديها، فيعني بلغه الارقام انت بجد بتحقق انجاز كبير جدا على الارض. كان هضيف على كلامك واكد كان ماتش طبعا سريع جدا، وكان في سيطره على او من الاهلي على وسط الملعب زي ما احنا شفنا، رجل المباراه يمكن كمان هتكلم عن كوكا كان اكثر طبعا من رائع، كان متالق بشكل كبير حقيقي. فبنوصل للنقطه 81 واعتقد يعني متوقع الى حد كبير هذا النجاح وهذا التألق، لان احنا خليني اقول كولر عودنا على كده بصراحه، ولعبتنا مع كولر برضو هذا الموسم عودتنا على كده، فبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. وانا شايفه ان ردود الافعال كلها بقى لما تيجي تتابع بعد كل مباراه كريم ردود الافعال المختلفه سواء على الصفحه عندنا او على تويتر او غيره، تلاقي الناس سعيده جدا فخوره طبعا بالاداء وفخوره بالمستوى اللي وصل ليه النادي الاهلي، في رضا عام ودي صحيح. على فكره مش بتحقق بسهوله، فدايما حتى مع فوز او لو انت ترجع شويه لورا بيبقى ممكن نفوز في مباراه تلاقي برضو في بعض الانتقادات، حد متضايق من طرق لعبه من فرص ضائعه من غيره لمسات الاخيره المس باس غيره، لا لكن في العموم دلوقتي نسبه الرضا اعتقد معديه 80% صحيح. فيعني ده انجاز كبير طبعا، ومفيش اي تعليق سلبي من عائله ان اللاعب الفلاني او اللاعب العلاني ما بيعملش اللي عليه، لا احنا بنشوف كل اللعيبه الحقيقه عاملين اللي عليهم وزياده صحيح. حتى مع تغيير مراكز البعض منهم في كتير من الاحيان في اجاده تامه وفي سيطره كامله وفي تحكم كامل الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي على مجريات معظم المباريات اللي خاضها النادي الاهلي في الفتره الاخيره.